يا بدر قناة لهفة موفي يا بدر يا بدر سلم على بنت ربك لكل جديد وحسن الحرارة اللي بروس الجداير انت الحسب انت النسب ترثة رجال يحسب لهم عند القشار والنشايب في شيخة الزنات ما أضرب لها الأمثال شريفة ما دورت كل خايب اللي انزلت قدامي سمحات الجبال نزولها نزولها يثر عليه المصايب اللي انزلت قدامي سمحات الجبال نزولها يثر عليه المصايب بين العذارى كانها جدكي تختال وبقلوبهن بقلوبهن تشم بناء الحرايب سموها طغي على كل محتال شموخها بالعز ورث وهايب انت العدم اللي للم جادي مدهال ما ماتي لو حطوا عليها النصايب ذكره مخلد في جزيلة الافعال لو ما تصيت باقي ما هو غايب اسلالة اهل الطيب في كل الاحوال فاتهم بالطيب ما به غرايب قوم لهم في قمة المجد منزال تلقى لهم وقت الظروف الصعايب صلاة ربي عد ما هل هما على الرسول اعدادي وابل السحايب على الرسول اعدادي وابل السحايب يا بدر سلم على بنت الأبطال بنت الحرارة اللي بروس الجداير بنت الحسب بنت النسب ترثة رجال يحسب لهم عند القشار والنشايب هي شيخة الزنات ما أضرب لها الأمثال شريفة ما دورت كل خايب اللي انزلت قدامي سمحات الجبال نزولها نزولها يثر عليه المصايب اللي انزلت قدامي سمحات الجبال نزولها يثر عليه المصايب بين العذارى كانها جدكي تختال وبقلوبهن بقلوبهن تشم بنار الحرايب سموها طغي على كل محتال شموخها بالعز ورث وهايب انت العدم اللي للم جادي مدهال ما ماتي لو حطوا عليها النصايب ذكره مخلد في جزيلة الافعال لو ما تصيت باقي ما هو غايب اسلالة اهل الطيب في كل الاحوال للحجز والاستفسار من داخل المملكه 055-222-926-4 ومن خارج المملكة 006-665-222-926-4